كتير من المحامين شايفين في قرارات تنظيم الالتحاق بالهيئات القضائية اللي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء أمر شكلي، وإنه ترسيخ العدالة مش محتاج إلا شفافية ونزاهة الاختيار بين المتقدمين. إيه هي بقى القرارات دي؟ المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارات بعد اجتماعه مع عبد الفتاح السيسي، وخلي بالك السيسي هو رئيس المجلس ده، بحكم شوية حاجات كتير اتعملت الفترة اللي فاتت، وده بقى الواقع دلوقتي. القرارات دي منها مثلا عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة. منها برضو النص على إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية علشان تتقدم لجهة القضاء في الدعاوى المنظورة في الشأن ده. يعني لما تترفض لا قدر الله وانت متقدم على الوظيفة القضائية دي وتروح تشتكي تلاقي في عريضة أسباب موجودة في المحكمة أصلا، وهنشوف البند ده ايه ميزته وعيوبه مع ضيفي بعد شوية. في ظاهر الأمر القرار بيحاول إصلاح آليات التعيين بالهيئات القضائية، طبعا ده بعد انتقادات للتعيينات الأخيرة في النيابة العامة، واتهامات بتتكرر كل سنة مع تعيين كل دفعة باعتماد الواسطة والمحسوبية للوصول لكرسي القضاء. الدفعات الأخيرة للنيابات فيها شبهات كتير، أبناء قضاة ونافذين في الدولة خدوا أو حصلوا على التعيين بالنيابة وبعضهم لا يستحقها، وده بيخل بمبدأ العدالة. خلي بالك انه مفيش اي صحفي يقدر ينشر او يفتح بقه حتى في حاجه زي كده. ليه؟ عشان هيتعمل فيه زي ما اتعمل في صحفي جريده الفجر اللي احيل قبل سنوات للنيابه بتهمه عجيبه جدا اسمها خدش رونق القضاء. خدشه ازاي بقى؟ الصحفي الخداش ده نشر اسماء ووقائع لتعيين ابناء قضاء وشخصيات نافذه بغير استحقاق، وكانت حاله جدل كبيره ساعتها وترند في مصر، كفايه اسم التهمه. خرج صحيح بكفالة بعدها. المهم ازاي واحد وصل موقعه او الكرسي اللي بيحكم منه بالظلم، وصل بالظلم هيحقق العدل؟ هو جاي بالظلم هيحكم بالعدل ازاي؟ المؤكد انه هينحاز في قراراته واحكامه لكل من يحصل على حق مش من حقه، لانه بيشعر في قرارة نفسه بانه والمتهم متشابهين في الظروف والنتائج. دي حالة نفسية. قرار عدم تكرار أسماء المعينين هدفه تنظيمي لمنع حصول الخريج الواحد على أكتر من فرصة. إيه ده، وممكن يبقى متعين في وظيفتين في وقت واحد؟ آه، وبعدين يفاضل بينهم ويسيب واحدة ويفضل في واحدة. طبعاً ده بيضيع فرصة على ناس كتير برضو من بتوع الواسطة. ما أنت مفكرها هتجيلك؟ بس خليك مستني، يمكن تجيلك. الوضع إنه الخريج بيقدم لأكتر من جهة وممكن يعين في أكتر من واحدة، بعد كده بيترك وظيفة في جهة قضائية ليحصل على واحدة في جهة تانية. شوف اللعب، شوف الواسطة، شوف الواسطة وقوتها في مصر. لو واسطتك جامدة قوي ممكن تتعين في وظيفتين وبعدين تختار انت بقى بينهم، تاخد أي واحدة منهم وترمي التانية لواحد تاني مش من عامة الشعب زينا، لا 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 لا، ده بس واسطته هتبقى أقل شوية منك. والله يا بختك يا ابن القاضي المرضي عنه.